كرنيل المحامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ احنا قايلين كده بقى تقدر تترفع قدام التخيل، ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 اللي ترفع ده يطلع في الازمات، يعني ده مثلا يبقى كرنيل مثلا يطلع في لجنه في كمين كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده، مش اي حاجه يعني. بس فيها حاجه الصوره برضك. فيها صورتك؟ وريني وشك كده. اه ده الوش اللي بتجيب بالخضار. ما طبعا صورتي. انت قصدك ايه طيب؟ فيها حاجه كده، حاجه محترمه، فيها احترام. ايوه فخر ووكر كده. وكر ايه يا صورة؟ رئيس عصابه. اه يا حيوان انت بتتريق على لا مهابه. ايه حاجه مهابه؟ ايه حاجه؟ ايه حاجه انت شايف ايه؟ ده هو ده. اه ده انا هو ده. ده هو ده. ايوه يا حاجه. ايه شايف في منديل بقويا هنا وانا اقرع؟ انا عاوزك تحضر الجلسه مع ولدي المحامي بتاعه، عمل حادثه وجاي. الجلسه باقي عليها ربع ساعه، اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب. خلاص. ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضيه كده واعرف التفاصيل والتيتيلز. بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتيلز. هو هيتكلم جوه. لا انسى انسى. يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع، ما تخافش وما تخافش من حد، وطلع الكرنيه قدام التخين. انت محامي. الله عليك انت محامي. انت ما عارفش انك محامي. انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر. وادي الطربوشه اهو. طربوشه اهو على اساس اني راح اترافع عن محمد طه. امسك امسك. ولدي حيضيع منك. عيني عليك يا ولدي. قلبي اتحرق عليك يا ولدي. قول لي بقى تفاصيل القضية ايه؟ عركة عادية بين عيلتين. ولدي حيروح في داهية. أيوة. ولدي حيروح في داهية. أيوة تفاصيل هنا يا حاج. ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. تفاصيل هنا يا حاج. ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. ولدي حيروح مني. القرار اخر جلسه. ابنك اسمه ايه يا حاج؟ عبد الصمد وهدان حلقولو. اسمه عبد الصمد وهدان حلقولو؟ زيرو. زيرو؟ ده الاسم بالكامل. ما علينا. طيب هو تهمته ايه بقى؟ قتل. ايه ده؟ ايه احنا ما اتفقناش على كده. ما اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انه قتل. أنا ما اتفقناش على كده يا حاج. أنت كنت تعمل في مفاجأة هنا ولا إيه؟ أبوس يدك، أبوس يدك، ما تفضحنيش. حينادم عليك. نادي على اللي بعده. عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل أبو حديدة. يا حاج إحنا ما اتفقناش على كده. ما اتفقناش على كده. أبوس يدك. عبد الصمد وهدان حلقوله. طب وقتل إزاي؟ يا رب سكينة. شاب ضرب في السكينة في حنكة؟ أيوة حاضر أهو. شرن بقه؟ غنيه شرن بقه دي. جون الحمد لله. حنجل. حلبولو قتل حنجل. حلبولو فلق حنجل؟ قتل حنجل. قتل حنجل؟ كيف ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ حضرات السادة المستشارين، عم أحمد الحاجب، إن طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية. يا استاذ. طعنة ناهية. يا استاذ. طعنة بالية. يا استاذ انت مش فاهم حاجه ولا ايه؟ امال ايه عرقبه ولا ايه؟ يا استاذ انت مش قاري ملف القضيه. ليه؟ موكلك هو اللي طعن حنجل. لا والله هو اللي طعن حنجل؟ هو اللي غزو؟ ابنك اللي غزو؟ انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج. انت بتعملت فيه فيا ليه؟ سيد الرئيس ان طعنة موكلي لحنجل كانت طعنة رقيقة. كانت طعنة في الهدوء. طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة. لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال فضل. ربنا يخليك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقة أنا مش محامي. نعم يا أخويا؟ لا مش قصدي سعادتك. أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا، لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه
فالمحامي اتطبق والاتوبيس مش لاقينه. اتطبق ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ابوس ايدك. شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقة كلها عندي مستنية شربات واحد فرق أول مرافعة ليا. شربات يا أستاذ؟ قول لي طلباتك. طلبات يعني أكون عايز اسكبريسو، عايز تجيل. إيه؟ تجيل. تأجيل؟ آه. خلاص يا أخويا تأجل القضية، اتفضل. وحياة المصحف والله. بقول لك اتفضل يا أستاذ تأجل القضية. والله هتقولها يعني أنت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا أستاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمقلم وكلكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9/9. مبروك يا حاج، القضية اتأجلت للساعة 9. يا لهوي 5000 جنيه يا لفي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ أنت هتبقى محامي؟ أنت يعني أنت المدرسة؟ لا يا أخويا مالكش دعوة بيا، أنا حيالله بدرس لابن أم عبوسة فتحية وأكلاهم، ثانية صدره، يعني ناس غلاب. انما انت كده بتلعب مع الحكومه يا لمي. طب واللي يقول لك النهارده بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي؟ يا راجل والله اقول لك على حاجه. ها اما تعمل في قلب القفص فضل يتنطط 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 من فرحه ويسقف لحد ما رموا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا يا لمي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره. الكبيره بقى وانا واقف المرافعه كده وبقول كده روح لمح بعيني كده شفت سيادة المستشار ويا الدمعة بتفر من هنا. يا لهوي والله القاضي عيط. يا بنت اللي بقول لك المستشار قاضي ايه انت؟ يو ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي لا والله هو ده هم الاثنين واحد. ايوه وطلع بمنظرين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا. يا بنت فهمي واضح ان انت معلوماتك في القانون ضيقة. اه سيادة القاضي هو اللي بيبقى في النص انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه امال ايه؟ يا راجل انت لخبطتني معلوماتي، اهم حاجه. يعني هتمشي معانا يا لبي ولا ايه؟ اطمني يا بت، اطمني قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى؟ اقول لك على المفاجاه الكبيره. لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. يا لهوي، لو النبي 5000 جنيه اول مصحى و 5000 جنيه بس بقى التانيين كلهم تلتينات. عشرينات ما تفرق. طب بص بقى يا حبيبي. ايوه انا عارف انا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس فتروح تعمل اللي هي مش عارف كده. عشان خاطر اختي ميرفت وجوزها محي عازمينها على الفيلا الجديده النهارده. لحظه واحده استنوا النبي هات النضاره دي ما تبوظيش اللحظه السعيده. طب بقى انا كده مش هشوف يا ست من جنبك هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب ها اختي مرفت وجوزها محي عازمينها على الفيلا كيتي ده النهارده. نفسي بقى نروح بلبس عليها القيمه. بس كده يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. السكر غلي وانحلوا بايه؟ السكر غلي وانحلوا بايه؟ انا بنت عروكه بالسكر غلي وانحلوا بايه؟ السكر غلي وانحلوا بايه؟ السكر غلي وانحلوا بايه؟ السكر غلي المرطقان. لم علينا عبيدك يا رب. روح عند الفضح ده. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجه كده يعني نفتخر بيها قدام الخل. تحت امر حضرتك. عندك كل حاجه عندك رجالي وحريمي. وادي البروفه الرجال ايه؟ خش ايز. وادي البروفه خلي الانسه تخش تقيس جوه. خلي الايه؟ الانسه تخش تقيس جوه. على اساس ان انا واقف قدامك شفاف. في ايه يا استاذ؟ انا غلطت فين دروستم يعني؟ في ايه؟ الله 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 الله. لا عم انا كلمتك انت عايز تخنق ليه طيب؟ الله تمال امك انت انت بره 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 لم علينا عبيدك يا رب.
رفضي عارفة؟ الله الله الله، الناس راحت فين يا بوب؟ مش عارف، الناس دي كانت كرافيك ولا ايه؟ يا نهوي ايه؟ الفلوس خطرتيني، فكرت البتاع ملغم ولا حاجة. ما تخافيش يا بنت، الفلوس النهوف فقلبك جيب جوزك سبع خفتي يكونوا السنة ويخرمني. لا يصير النين هاف جيب يا رام، بس ولو برضك لازم نروح في الشياكة عند محي ومرفت وبنكمل شوبنك. انت ناكل نروح الموسكي كلاس اكتر. اه طبعا والله عندك حق، المرة الجاية نروح الموسكي. يلا هو ده الكلاس فعلا. لما علينا عبيدك يا رب. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. على فكرة السفرة دي كلها جاية دليفري من دبي، والراجل جاي بالفزمة من دبي. والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها. ما بتعديش انت يا لولو، ما بتعديش حاجة. بموت بضحكة الكابوريا اللي انت بتعملها دي. ظريف قوي يا عم. العيال بتموت فيك. عين احسن يا عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. عين محي. ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ يا حبيبي طفن 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 طفن. ايه ده؟ طفونه يا بابا، طفونه. قولي عفونه مش طفونه، ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عين. ما قلتليش بقى يا لولو، الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص، صح؟ مفيش امل. لولو مش هتخلف تاني. ما تخلفش ليه؟ راجل وست، ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. ما اقولكيش بقى على فيلة الساحل الشمالي، يا نهار ابيض، الفيلا كده، الجنينه كده، البحر كده، يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس. يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتلك الظهر. يا نهار ابيض يا عالجمال، بصي الجمال، شايفه وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت في باريس انا وجوزي، اول ما شفته ما استخسروش فيا، ارخص من مصر ب 29,000 جنيه، تخيلي. بصي وليلي. الله الماظ، يا لهوي الماظ. مبروك، الف مبروك، حاجه تقبل طبعا. والان مع المفاجاه. ايه هننفجر ولا ايه؟ لا ولا إيه؟ اول اغنيه اطفال بصوت ابني ياسر محيي الدين. طب ما تكمل بقيه الشارع، خليه ياسر محيي الدين ابو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رايك، انا خايف انزل الشريط الناس تتوه. يلا يا ياسر، يلا يلا يا ياسر، سمع عمو. يعني لكم يا مغرب دهلا، يعني لكم يا مغرب دهلا، يعني لكم مغرب دهلا. طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكره. لكم يا مغرب دهلا، يا الله الله، برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي، ما شاء الله يا محيي. ابنك مش محتاج لشريط اطفال، ابنك محتاج يغني على نفقة الدولة. حبيبي يا محيي. ميرسي يا لمبي، عقبال اولادك. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش. يلا يلا النوم، يلا تصبح على خير يا محيي. ايه يا نوبة؟ انت ايه بتسلقي بني ادمين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قال الدكتور. انا حاولت اعتذر لهم 100 مرة مفيش فايدة، هيزعلوا. يا حبيبتي اعمل لك مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس. اغنيها لك؟ مفيش فلوس حلاوة، مفيش فلوس حلولي. اقول لك ايه؟ ناتشفة، ناتشفة زي الموت، ناتشفة. يعني ايه يا لمبي؟ الله، ايه يعني ايه يا لمبي؟ يعني مش انا اللي افسح مراتي على حساب